محطات في حياة أمينة رزق صاحبة أطول مسيرة فنية وسر عدم زوجها وقصة الرجل الذي أحبها لمدة 14 عام. ولدت أمينة رزق عام 1910 بطنطا، بدأت مسيرتها الفنية على المسرح عام 1924 في فرقة رمسيس مع يوسف وهبي مع خالتها أمينة محمد والتي كانت ممثلة أيضا. أول أدوارها في السينما كانت عام 1928 في فيلم صامت وسعاد الغجرية، أما آخر أعمالها كان عام 2000 في فيلم كلام في الممنوع لتكون صاحبة أكبر مسيرة فنية لمدة 76 عام. لم تتزوج أمينة رزق وعرفت باسم عذراء السينما المصرية أو راهبة الفن، والسبب في ذلك أوضحته في إحدى لقاءاتها وقالت إنها كانت تخشى من الرجال وتعلم أن الرجل الذي سيرتبط بها سيتحكم في حياتها ويمنعها من ممارسة الفن الذي هو أحب الشيء إلى قلبها. أما السبب الثاني فكان في انشغالها الشديد بالسينما والمسرح. للفنانة أمينة رزق تجربة وحيدة حيث تقدم لخطبتها ضابط وهي في عمر 20 عام 1930، خطبت له لمدة عامين كان مسافرا خلالهم لتقوم بفسخ خطوبتها أثناء سفره، ولكن بعد 14 عام عام 1944 رجع لها الشخص مرة أخرى ومعه زوجة أجنبية ليقول لأمينة رزق أنه سيطلق زوجته الأجنبية لأنه لم يتوقف يوما عن حب لأمينة رزق، وبالفعل تم كتب كتابها، ولكن بعد 11 يوما تطلقت منه لأنه لم يفي بوعده في طلاقه لزوجته الأجنبية. توفيت أمينة رزق عام 2003 عن عمر 93 عام.